اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غنحضروا واحد الشهيوه اللي هي اسبانيا المسمات فيديوز بالكبده، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ونبداو في المقادير اللي غادي نحتاجو. غنحتاجو سباراغوس غنقطعو بحال هكا، غنحتاجو 4 القطع ديال الثومه مقطعه، بصله كبيره مشلضه، وتقريبا واحد نصف كيلو او قل شويه ديال الكبده تكون مقطعه طريفات صغار 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 بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. هذا يعني هذه الثومه تقطعوها صغيره، وكذلك البصله والكبده. كيف ما كتعرفوا هاد اسباراغوس راه زوين ولذيذ بزاف وعنده فوائد كثيره، وحنا اصلا ما كندخلوش في الطياب ديالنا، ولكن راه المنافع ديالو اللي هي راه كثيره بزاف. نتمنى انكم تجربوه، راه كيجي لذيذ بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا غدا ناخذ الشعريه اللي كنديروا بها الصفه كيف ما غتشوفوا معايا، وغدا نقليوها في الزيت كيف ما غتشوفوا. يمكن لكم ديروا طنجره عاديه، ولا عندكم هاد الطنجره هذه ديال الدور كتجي فيها غزاله. غادي نحمروا هاد الشعريه ديالنا الرقيقه. انتبهوا الشعريه اللي كنديروا في الصفه كنبقاو نحمروا فيها، كنديروا الزيت يسخن وكنبقاو نحمروا فيها مزيان حتى كتولي في لون ذهبي كيف ما غتشوفوا معايا. من بعد كنحيدوها وكنديروها في واحد الطبصيل باش نبداو نشحروا البصله والثومه وهذوك الخضر اللي غادي تشوفوا معايا. كتبقاو تحمروها في نار مهيله باش ما تتحركش ليكم، ردوا البال حتى كتولي اللون ديالها الذهبي جدا كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو الموالي. صافي مي كتولي في هذا اللون هذا اللي كتشوفوا دابا، غنحيدوها ونعزلوها ونديروها في واحد الطبصيل. من بعد نبداو في نشحروا البصله الثومه الفلفله مقطعه طريفات طبعا. صافي دابا راه غنحيدها ونديرها في الطبصيل ونكمل معاكم. يعني كيما قلت لكم صافي راه دابا ولات هي هذه كيف ما كتشوفوا، راه محمره غزاله. صافي انا حيدتها ياكو، وغدا ندوز ندير شويه زيت العود. البنات كنأكد زيت العود اللي غديروا دابا، وما غتشحروا فيه البصله والثومه ولا عندكم حتى الفلفله حتى هاد سباراغو حتى هو غتشحروا معاها. تبعوا معايا هاد المراحل، راه هاد الاكله كتجي لذيذه بزاف ومشهوره جدا هنا في اسبانيا. صافي من بعد ما شحرنا البصله والثومه غنضيفوا سباراغو حتى هو غنشحروه مزيان. من بعد غنضيفوا البصله كيف ما شفتوا، غنضيفوا حتى انا الفلفله اعتذر، وغنشحروها مزيان مزيان. من بعد غادي ندوز نشحر الكبده في مقلات بوحدها، غير بشويه قليل بزيت العود غنشحر الكبده حتى هي بوحدها كيف ما غتشوفوا معايا. ورجعت لكم من جديد مشاهدينا. غدا نديرو الكالدو، يعني غنديرو ماء دافئ مع شي كنور اللي متوفر عندكم في الدار كيف ما كتشوفوا. انا ما عنديش درزيه ديال الزعفران، صراحه جا زوين. وغديرو العطريه اللي هي الملحه البزار التحميره، الا عندكم العطريه ديال الكباب حتى هي ديروها كتجي زوينه ولذيذه. ودابا ندوزو كيف ما سبق قلت لكم نشحروا الكبده مع قليل من زيت الزيتون، بعد نضيفوها للخليط ديالنا ونكبوا هذاك الكالدو ونخليهم يطيبوا شويه. من بعد غنضيف هذيك الشعريه اللي حمرنا كيف ما غتشوفوا معايا، تبعوا المراحل ونضيف هذاك الكالدو ونبقى نزيدو حتى نشوف ان الشعريه طابت. ها نتوما كتشوفوا كنضيف دابا هذه الكبده اللي شحرت. من بعد ان نضيف هذيك الشعريه ونخليها تطيب على نار مهيله. نتمنى ان هذه الاكله نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو جديد. خليكم مع الفيديو حتى الاخر وتبعوا المراحل، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.
you.